يجب أن نستولي على الهدف. الهدف بي. انتبهوا، جندي عدو. هذا جندي، إنه ألماني، جندي ألماني. هذا نزع رشاش للعدو. أترى هناك مدفع الرشاش؟ هذا أحد مسعفي العدو. تم رصد جندي استطلاع. جندي عدو، ابقوا منتبهين. يمكنني رؤية جندي استطلال العدو. لقد استولينا على القطاع. امحي تواجد الأعداء في القطاع. لقد قمنا بتأمين القطاع. استولوا على الهدف يا شباب. جندي استطلاع، أتراه؟
مدي استطلاع. أتراه؟ انتبهوا، يوجد جندي استطلاع. جندي عدو، راقبوه، افتحوا أعينكم، جندي عدو. دافعوا يا رجال، حافظوا على الهدف. نخسر الهدف بي. لقد استولينا على القطاع. امحي تواجد الأعداء في القطاع. لقد قمنا بتأمين القطاع. يجب أن أستولي على هذا الهدف. يوجد مدفع رشاش.
هذا الهدف. استولي عليه. أسلحة مضادة للطائرات هناك. لقد استولينا على القطاع. امحي تواجد الأعداء في القطاع. لقد قمنا بتأمين القطاع. يجب أن أستولي على هذا الهدف. أنا أرى جندياً عدواً. انظروا هناك جندي استطلاع. جندي عدو. مصعف. الهدف الأخير بين أيدينا. دافعوا عن الهدف. نحن نخسر الهدف دي.
انتصرنا يا رجال. شجاعتكم البالغة ألحقت بالألمان هزيمة منكرة وأبعدتهم عن الخط الأمامي. لنطاردهم بينما يتراجعون إلى نهر آن. بعد أن خسر الألمان سواسون، رجعوا من حيث بدأوا هجوم الربيع العظيم في عام 1918 إلى ساحات المعارك المهجورة بالقرب من نهري آن وفيزلي، وأصبحت الآن الهيمنة في يد الفرنسيين. لقد كان الصيف يوشك على الانتهاء، وكذلك كانت الحرب.